هل في الديار التي تحت حكمي هناك من يظلمهن أو يرفع يده عليهن؟ أقسم بالله لم نسمع بأمر كهذا. سررت بهذا. اعذرني يا سيدي، لكن رغم كل هذه المصاعب لما سررت لهذا الخبر؟ سنتصدى للمصائب وسنجعل العدو يخضع، لكن إن تدمرت عائلاتنا وإن نسي رجالنا ونساؤنا، ما هي غايتنا واستسلموا للشيطان؟ فالويل لحالنا، فالعائلة هي أساس الأمة، وأمة لا تحمي العائلة تخسر الحاضر والمستقبل. حافظنا الله، حافظنا الله، حافظنا الله، حافظنا الله. سيدي، سمعنا عن السيد عثمان، من الوغد الذي غدر بنا وفعل هذا الأمر؟ لا أهمية لهويته، أما بالنسبة لعثمان فأنا الذي ربيته، سوف يضيق العالم عليهم، ليس لدي ذرة شك، فإن ربي دائما مع الصالحين. سلمت. إلى أين ذهب هذا الرجل؟ أم أن ذلك المجنون قد أخفاه؟ لا يمكن أن يكونوا قد ابتعدوا، ربما ذهبوا إلى الغابة. لن تستطيع النجاة يا عثمان، سوف نعود. هيا. أين أنت يا عثمان؟ ستبحثون تحت كل حجر، لن نعود قبل أن نجدهما. سيدي، لمن ستأخذه؟ من الذي طلبه؟ صوت الرب يريده يا بني، إن لم نستطع العثور على عثمان وتسليمه سيؤكل لحمنا نيئا. تفرقوا، ستبحثون تحت كل حجر، لن نعود لبئر الجحيم ذاك قبل إيجاده. هيا. لن تستطيع النجاة يا عثمان،